أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. لأول مرة وبعد مرور حوالي 4 أشهر أكد رضا البراد مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد لمجلة إلكترونية بأنه لم يفسخ العقد الذي يجمعه بسعد عقب اعتقاله في فرنسا بتهمة الاغتصاب. وأوضحت المجلة الإلكترونية بأن البرادي نفى أن يكون هو من قام بتصوير سعد لمجرد مصفد اليدين أثناء خروجه من الفندق الفرنسي قائلا: لقد كنا في محنة واحدة خصوصا وأنني لم أحضر الوقائع، وتقدمت تلقائيا إلى الشرطة التي منحتها جواز سفري باعتبار مدير أعمال لمجرد، وهو موقف مؤثر وصعب. لا أعتقد بأن من يملك صحوة ضمير وإن كانت لا تجمعه أي علاقة بسعد قد يجرؤ على مثل هذا الموقف بأن يلتقط صورة لفنان اسمه سعد لمجرد، فما بالك بمدير أعماله وواحد من أصدقائه وأقرب الناس إليه. وعلق رضا عن العقد الذي يجمعه بسعد لمجرد قائلا: العقد ما زال ساري المفعول، وبالتالي فإنني لم أفكر أبدا في إلغائه، لأن هناك حالة إنسانية يعيشها أخ وصديق اسمه سعد أتقاسمها معه حتى وأنا بعيد عنه، وأدعو الله ليلا ونهارا أن يفرج كربته ليعود لأهله وجمهوره في الوطن العربي. وعلاقتي بسعد علاقة إنسانية قوية، حاول البعض تعكير صفوها بنيران الشائعات التي تلهبها بعض المواقع. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.